كما شارك رجال الشرطة المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في العديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية، قاموا بتوزيع الورود والهدايا على المارة ومستقلي السيارات الذين أشادوا بدور أجهزة الوزارة في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار بكافة ربوع الوطن. لما الأرض هتتكلم شوف بقى هتقول إيه عن مصر، البلد اللي ولادها أبطال وتاريخهم مليان نصر. لما الأرض هتتكلم شوف بقى هتقول إيه عن مصر، البلد اللي ولادها أبطال وتاريخهم مليان نصر. الله الله على المصريين لما يحبوها بجد. شكرا ليكم على كل جهودكم وكل حاجة بتعملوها. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين ودايما ينعاد عليكم كل خير. يا رب كل سنة طيبين ويا رب مصر دايما بخير كده يا رب ان شاء الله تعالى. كل سنة ومصر بخير وكل سنة وهم طيبين، وشكرا على اللفتة الجميلة دي وتحيا مصر. طيبين بصراحه، حضرتك طيبين ومصر كلها طيبه وخير ان شاء الله. لما الارض هتتكلم شوف بقى هتقول ايه عن مصر، البلد اللي ولادها ابطال وتاريخهم مليان نصر. الله الله على المصريين لما يحبوها بجد، بتلاقي عزيمه وتضحيه ابطال وتوفي الوعد. كلنا واحد دايما مع بعضنا كده وبنستطبع. ربنا يحافظ عليكم دايما يا رب. كل سنه وانتم طيبين، رجال الشرطه كلهم طيبين. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين. طيب عليك كل عام وانتم طيبين وربنا يوفقكم مع جنة. ربنا يخليك. الله يخليك، الله يخليك. كل سنة وانتم طيب ومصر دايما بخير وعيد سعيد عليك وعلى أسرتك. احنا يعني سعداء جدا بتشريفهم لينا النهارده كده وتدخلهم السرور علينا والبهجه. احنا مبسوطين جدا حقيقي ان الشرطه متعاونه معانا وتقول لنا كل سنه وانتم طيبين. صح يا مصر، صح يا مصر، صح يا مصر.